جولتنا الثقافية لليوم رح نبلشها مع مهرجانات بعلبك، ولجنة مهرجانات بعلبك بتعقد بكره مؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الكامل للصيف 2015، ولكن سبق وتم الإعلان عن الموعد الأول مع الموسيقي اللبناني العالمي جابرييل يارد، يلي رح بيكون فأذن بالافتتاح ورح يقدم مقطوعة لقصيدة بعلبك لنادية تويني أداء فادية توم بالحج، بالإضافة إلى مقطوعة من فيلم ذا بروفيت. Moi je dis qu'une femme, ça fait pleurer. Mieux que des soupirs jetés sur du papier. Je vous dis qu'une femme, avec des mots. تدعي أكاديمية فهد العبدالله للثقافة والفنون لحضور مهرجان السنوي الرقص جمال وحياة، الموعد نهار الخميس 28 شهر على الساعة 6 بقصر اليونسكو. الدورة السابعة من كابريولي فيلم فاستيفال بتنطلق ب 29 ايار وبتستمر لغاية 31 ايار، وعرض لمجموعة كبيرة من الافلام القصيرة اللبنانية والدولية، والعنوان العريض لهالسنة هو ومن. العروض بتبلش على الساعة 8 المساء على درج مارن اولى، عروض بالهواء الطلق والدخول مجاني. And my heart beats so that I can hardly see. شفنا الممثلة جوليا قصار يلي هي عم تقدم فأذن التريلر لهالسنة من كفي، ومهرجان إيبرو أمريكا يلي انطلق الخميس الماضي بمركز الصفدي الثقافي متابع مع فعالياته، واليوم موعدين على الساعة 9:30 الصبح قراءة قصة من البرازيل، أما على الساعة 7 معرض للمصورة شانتال فهمي الإسبانية وهو معرض للصور الفوتوغرافية. منكفي مع مواعيدنا، واحتفالا على مرور 70 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والمكسيك، وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية المكسيكي لبيروت، تستقبل ذا فيلا باراديسو بالجميزي معرض للفنانة بالوما توريس بعنوان Urban Patterns. المعرض اللي انطلق امبارح فعالياته رح تستمر لغاية 31 ايار، وهو بيتضمن منحوتات خشبية، منحوتات على الحديد وعلى القماش. أحلى فوضى بتقدم مهرجان توت توت عبيروت بنسخته الثانية ب 31 أيار بشارع الحمراء. فعاليات هالمهرجان بتبلش على 10 الصبح وبتستمر لغاية 11 بالليل، رح يتضمن معارض، سوق أزهار، سوق كتب، عزف موسيقى لايف، بتتنوع بين الجاز الأوبرا، بالإضافة كمان لمشاركة فنانين كتار، باسكال صقر، باسم فغالي، برونو، سينتا وغيرهم. فإذن توت توت عبيروت ب 31 أيار على 10 الصبح بشارع الحمراء. جولتنا الثقافية لليوم وصلت على ختامها، بننتقل هلا عن جوال لناخذ فكرة عن حركة السير. رح نعمل جولة سريعة على الكاميرات لنعرف أكثر حركة السير من جسر سليم سلام، خط ناشط باتجاه بيروت. ننتقل إلى الزلقة، حركة سير كثيفة بالزلقة مع بعض التوقف ببعض المحاور، كثير عجقة على محاور خلدة مع بعض التوقفات أو كثير من التوقفات، يعني السير واقف. معاون توني بشعلين من غرفة التحكم للمرور ببيروت، صباح الخير. صباح النور، يعطيك ألف عافية. وأنت كمان، عم نشوف في عجقة اليوم، واليوم الثلاثة مدري ليه الثلاثة بتعجق صايرة أكثر من الثنين. نعم صح، بشكل عام على طول بأرض الجامعة عم بيصير في ضغط صاير أكثر شيء الثلاثة ونهار الخميس. صح. بنبدأ بمدخل بيروت الجنوبي يلي عم يشهد حركة صباحية ناشطة لكثيفة باتجاه الحدث الكفاءات. نعم. بسبب المدارس والجامعات تحديدا مفرق بشمون عرمون، وناشطة باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأذاعي الجناح. نعم. المدينة الرياضية ضغط صباحي كالمعتاد باتجاه الكولا وسليم سلام الوسط. اوكي. المدخل الشمالي حركة ناشطة من غزير باتجاه يسوع الملك، أما دبي نهر الموت والدورة الكارنتينا عم يشهدوا حركة سير كثيفة. نعم. وأكيد هذا السير الكثيف بيأثر على السير اللي جاي على اطراد المتن السريع.
بولفار سن الفيل حركة ناشطة باتجاه صالوم الحي جسر الواطي، مستديرات المكلس ورز الله بعد الحركة طبيعية لناشطة، العدلية المتحف البربير وكورنيش المزرعة حركة صباحية طبيعية، أما جسر العدلية وجسر برج حمود البيجو عم يشهدوا ضغط سير باتجاه الأشرفية. نعم. منذكر المواطنين الكرام أنه مفارس سير بقوى الأمن الداخلي عم تواصل مهمة ضبط مخالفات السرعة الزايدة عبر الرادارات ليلا نهارا بهدف الحفاظ على سلامتهم، وتشكيل رادع لكل السائقين للقيادة بتأني بغية الحد من الحوادث ما ينجم عنا من إصابات. أبلغ هيدي المحاضر لأصحابها عم بيتم عبر شركة الليبون بوست على عناوينهم. نعم. وبتدعي المديرية العامة الدخول على موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني www.esf.gov.lb بغية الاطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم. أي متى الليبون بوست بتوصلهم؟ من بعد مرور الفترة الزمنية المحددة. نعم. لدفعهم؟ خلال أسبوعين. خلال الأسبوعين المفروض. وفي حال وجودها الاتصال بمركز خدمة الزبائن لدى ليبون بوست على الرقم 01 629 629 أو الرقم الساخن 1577 لتعديل أو تصحيح عناوينهم، وللاستفسار الاتصال بغرفة التحكم بالمرور على 1720. نعم. وبخصوص حوادث السير؟ نعم، مجموع حوادث السير يلي تسجلت خلال هال 24 ساعة وتسبب بقتلى وجرحى 4، موزعين اصطدام 3 وصدم 1، نتج عنهم قتيل و4 جرحى. للأسف. نعم، شكرا لك المعاون توني بشعلاني، يعطيك العافية. نحن بنحكيكم بكرة بريك جديد بحلقتنا، وبنرجع من بعده منتابع.